لا يوجد لعبة من غير أصوات، والأصوات تعطي حياة للعبة. كيف يتم التعامل مع الأصوات؟ يمكن بكل بساطة إضافة الأصوات من خلال كومبوننت خاصة بالأصوات. لكي يتم إصدار الصوت من اللعبة يجب أن يكون على الكاميرا كومبوننت اسمه Audio Listener. هذا الكومبوننت تجده دائما ملاصق للكاميرا. إذا تم عدم تفعيل هذا الكومبوننت، مهما قمت بوضع أصوات لن يتم سماع الأصوات. لماذا؟ لأن هناك نوعين من الأصوات، عندي أصوات ثنائية الأبعاد وعندي أصوات ثلاثية الأبعاد. وفي الأصوات ثلاثية الأبعاد يجب أن يكون هناك موقع للمكان الذي سوف تسمع منه الصوت. فمثلا إذا أنت موجود في المنزل وظهر صوت أمامك من التلفاز أو من الشاشة التي تراها، قربك من الشاشة سيعطي صوت أعلى لك، بمعنى أنك سوف تسمع هذا الصوت بشكل عالي. ولكن إذا أنت جالس في مكانك في منزلك وهناك سيارة في الطريق في خارج البيت قامت بالتزمير، ستجد أن الصوت أتى منخفض. لماذا؟ لأن هناك مسافة بينك أنت الذي تسمع وبين الصوت المرسل أو الذي تم الظهور منه. إذن لكي نفهم الصوت المستخدم في اليونتي، يجب علينا أن نعرف أن هناك مرسل وهناك مستقبل. المستقبل هو الكاميرا وهو هذا الكومبوننت اسمه Audio Listener. المستقبل الذي يستقبل، يعني الأذن التي تسمع الأصوات. أما إذا أردنا أن نتعامل مع المرسل، فهناك كومبوننت يتم إضافته على أي جيم أوبجكت لكي يصبح صوت. ولكن إذا ذهبنا هنا إلى الزر الأيمن هنا وقمنا بالضغط على الأوديو، سنجد أن هناك شيء اسمه Audio Source، والسورس معناه بالعربي المصدر، بمعنى أن هذا الأوبجكت الذي سوف نقوم بإضافته هو مصدر للصوت. إذا قمت الآن بإضافة هذا الجيم أوبجكت، سنجد مباشرة أنه جيم أوبجكت وهناك كومبوننت تأتي عليه اسمها Audio Source. يعني إذا حذفت هذا وقمت بعمل Empty Game Object وذهبت إلى Add Component، سأجد أن هناك شيء اسمه Audio. ماذا؟ Audio Source. الأوديو سورس أهم ميزة موجودة فيه ألا وهي الأوديو كليب. الأوديو كليب هو الصوت، ملف الصوت الذي سوف تستخدمه. الأوديو سورس هو المرسل، لأنكم سترون مستقبلا أنه بإمكانكم أن تقوموا بتشغيل 100 ملف صوتي من خلال مرسل واحد. إذن الأوديو كليب هنا إذا قمت بعمل سيلكت، سأجد أن هناك ملفات صوتية، والملفات الصوتية المستخدمة عندي هنا موجودة أيضا في مجلد المشاريع أو ملفات المشروع، ستجدونها أيضا مرفقة بها. عندي هناك مبدئيا ثلاث أصوات. الأصوات التي تكون مؤثرات تسمى FX Sound FX Sound Effects، والميوزيك الموسيقى التي غالبا تكون مستمرة عند اللاعب. أنا الآن مبدئيا سوف أضع الموسيقى، ولكن عندما أقوم بتشغيل الموسيقى ستجد أن صوتي سيختفي، ولكن فقط للتوضيح سوف أقوم باختيار الميوزيك. ولاحظوا أنه من ضمن الخيارات الموجودة عندي هنا شيء اسمه Play on Awake، أي أنه قم بتنفيذ الصوت عندما تبدأ اللعبة أو عندما يبدأ هذا الكومبوننت بالعمل. إذا قمت الآن بعمل Play، ستجد أن صوت الموسيقى أصبح ظاهر. بشكل عام الخيارات الأساسية التي يمكن استخدامها بشكل سريع هنا كالتالي. عندي الفوليوم هنا، قيمة الصوت 0 لن يظهر صوت، 1 سيكون بالقيمة العظمى له. هذا الصوت، يعني لاحظ إذا قمت هنا بعمل بلاي لاحظوا الآن لا يوجد صوت. الآن 50%، الآن 100%، يمكن تقليل شدة الصوت الفوليوم. عندي البيتش، هي شيء يقوم بتسريع، يعني الذين يتعاملون مع أصوات يعرفون ما هو، يقوم بتغيير نمط الأغنية أو نمط الحرف، فيقومون إما بتسريعه أو بتبطيئه. فلاحظوا ماذا يحصل الآن.
أو لاحظوا اختلف تماما، هناك تسريع للصوت وهناك التفخيم له. لاحظوا أصبح عندي هناك تغيير في، ولكن مبدئيا نحن لن نقوم بتغيير هذه القيمة لأنه نحن نريد القيمة الأصلية التي تأتي به ألا وهي واحد. من ضمن الأمور الأخرى التي هي أيضا مهمة هنا ألا وهي هل هذا الصوت هو 2D أو 3D؟ إذا قمت بوضعه هنا على اليسار، ولاحظوا كلمة 2D صغيرة هنا، هذه معناتها هذا الصوت عبارة عن 2D، معناه أنه يظهر من الرايت والليف بنفس الدرجة، يظهر بنفس الدرجة 2D، يأتي من مصدر واحد. ولكن إذا قمت بتحويله إلى 3D سيتحول إلى مصدر أو سيتحول إلى صوت ثلاثي الأبعاد، بمعنى إما أن تسمعه من اليمين أو أن تسمعه من اليسار. سأريكم الفرق. الآن إذا أخذت هذا الصوت وقمت بتحويله أو بجعله في منطقة الأصل وقمت بعمل فوكس، سوف أقوم مبدئيا بوضعه هنا بجانب اللاعب على اليسار، وسوف أقوم بتغيير القيم الموجودة عندي هنا لتكون قريبة من هكذا مثلا، وهنا طبعا عندي ثلاثي الأبعاد. سوف أقوم بعمل بلاي، سوف أقوم بزيادة الصوت. لاحظوا أن الصوت الموجود عندي هنا هذا الآن يظهر من السماعة التي على اليسار، الآن يظهر من السماعة التي على اليمين. لاحظوا الفرق، هذا أصبح الآن صوت ثلاثي الأبعاد. يعني مثلا إذا جعلته هنا، إذا كان هنا وقمت باللعب، لاحظوا أنه مباشرة أصبح مصدر صوت ثلاثي الأبعاد. هذا في حال أردتم أن تقوموا بالتعامل مع الأصوات ثلاثية الأبعاد، ولكن نحن هنا لأنها لعبة 2D ولا نريد أصوات ثلاثية الأبعاد، يمكن أن يعني حسب المشروع الخاص بكم، ولكن نحن نريدها 2D لأن هذه موسيقى سوف تأتي دائما بنفس النغمة على اليمين وعلى اليسار. هذا بالنسبة للميوزك. الآن انتهينا من الميوزك، أنا بإمكاني الآن أن أقوم بتغييري، تغيير اسمي ووضعه مثلا هنا في الأعلى، طبعا أيضا كمان البلاير أضعه في الأعلى لكي نسهل، لأن الأمور التي نستخدمها بشكل أساسي يمكن وضعها هنا أيضا لكي نكون مرتبين أكثر. كل الآيتم التي يتم جمعها نضعها في أوبجكت اسمه هكذا، وممكن مثلا أخذ كل المجسمات التي نتعامل معها وأيضا القلوب الموجودة عندي، الشيري الموجود عندي هنا والجيم الموجود عندي هنا، أصبحوا كلهم في أوبجكت واحد أضعه هنا. لاحظوا أنني الآن إذا قمت بعمل هذا الأوبجكت الأصلي، إذا قمت بعمل ديسيبلد له سوف يختفي كل الأمور التي يمكن عمل كولكت لها. هذا في حال فقط أردتم أن تقوموا بتنظيم المشروع، لأنه إذا لم تقوموا بتنظيم الأوبجكت داخل بعضها هنا ستجدون أنه أصبح لديكم لستة طويلة جدا ومن الصعب أن تقوموا بالحصول على ما تريدونه. على الرغم من أن هناك ميزة أن تقوموا هنا بالبحث عن شيء تريدونه، فمثلا إذا أنا أردت البلاير سيظهر لي فقط البلاير هنا من خلال البحث الموجود عندي في الأعلى. طيب الآن أنا أريد أن أقوم بتشغيل أصوات معينة عند حدث معين، يعني الميوزك جيدة وجميلة ولكن أريد إظهار صوت عندما يتم التقاط الايتمز الموجودة عندي هنا. لاحظوا أنه عندما يتم التقاط الايتمز الموجودة عندي هناك إمكانية للتفاعل معها، أو لكي نعرف متى يتم التصادم من خلال الاون تريجر انتر 2D. أنا هنا أعرف أنه هنا تم عملية التصادم، فأنا كود الصوت الذي أريد أن أقوم بإضافته سيتم إضافته هنا. كيف يتم إضافة objects وكيف يتم استنساخ
objects إضافية داخل اللعبة، هذا كله يتم من خلال الميثود التي اسمها instantiate، وستستخدمونها مستقبلا كثيرا، لأنها بإمكاني بواسطتها يمكنكم توليد عدد مجسمات لا نهائية منها. كيف يمكننا عمل instantiate من المجسمات؟ لنذهب أولا ونقوم بإعداد صوت. سوف أذهب هنا وسأقوم بعمل audio source، وسأقوم بعمل بإضافة الصوت الذي هو collect، اسمه collect free. يعني عندما يتم الأخذ أي object موجود عندي هنا، عندما يتم تجميع الايتم سوف يظهر هذا الصوت. لكي نرى هذا الصوت كيف هو، سوف أضغط عليه هنا وستجدونه من البريفيو. أقوم بالضغط عليه، هذا الصوت سوف يظهر عندما أقوم بالتقاط الايتمز. إذن هذا سوف أسميه item collected. طيب هذا أول ما يبدأ في، يعني عندما يبدأ في المرة الأولى أنا لا أريد أن يكون متاح، فما الذي سوف أقوم بعمله؟ سوف أقوم بعمل التالي. سوف أقوم بتعريف على مستوى البلاير، أقوم هنا بتعريف شيء اسمه transform collected sound، وسأقوم بإضافة serialized field، أو بإمكانكم استخدام public لكي يظهر، شيء راجع لكم، ولكن دائما نحن نفضل أن يكون private. وهنا عندما يتم، طبعا هنا عندما أقوم بعمل حفظ الآن سوف تجدونه ظهر عندكم في الإنسبكتور، فسأقوم بأخذ هذا الصوت ووضعه في البلاير. البلاير سوف أقوم بأخذه، أخذه هنا ووضع هذا الأوبجكت في الكوليكتد ساوند. والآن إذا ذهبت إلى السكريبت الموجود عندي سوف أقول التالي. لاحظوا ما الذي سوف أقوم بعمله. إذا تم عمل collect سوف يقوم بعمل instantiate من الصوت، ولكن أنا لا أريد أن أكرره هنا وأن أكرره هنا وأن أكرره هنا، يعني لا أريد تكرير الموضوع ثلاث مرات. أنا أريد هنا أن أستخدم أو أن أقوم بكتابة method void sound on، وفي داخل هذه الدالة أقوم باستدعائها هنا، هنا عند الجيم أقوم باستدعائها، وهنا عند التشيري عند الكرد أقوم باستدعائها، وهنا أيضا أقوم باستدعائها. ماذا ستحوي هذه القيمة الموجودة عندي هنا؟ ستحوي التالي. سأقول له game object، ولكن لاحظوا أنني سوف أخذ النوع وليس ال variable. سوف أخذ نوع هنا، سوف أقوم بتعريف نوع obj يساوي instantiate، قم باستنساخ، يقول لي ما هو الأوبجكت الأصلي الذي تريده، يعني ما هو الأوبجكت الأصلي الذي تريدني أن أقوم بالاستنساخ منه. ولاحظوا أن هذا يحتوي على 10 overload، يعني يحتوي على 10 طرق لتعريف. الطريقة الأولى بوضع الأوريجينال، أنا لا أريد هذه الطريقة. الطريقة الثانية هي بأن تقوم بوضع الأوبجكت ووضع الترانسفورم البيرنت، يعني سيكون ملاصقا لأوبجكت آخر أنا لا أريده. هنا يحتوي البوزيشن، لاحظوا أنه أنا أريد هذا، أريد أن أقوم بوضع الصوت عند المجسم الذي أريد أن أقوم بالتقاطه. فأنا هنا سوف أقوم أول شيء، ما هو الأوبجكت الذي أريد أن أستنسخه؟ أنا قمت بتعريفه هنا في الأعلى، اسمه ماذا؟ اسمه collected sound، فسأقول له هنا collected sound، وهنا سيخبرني أي ما هو المكان الذي تريدني أن أقوم بوضع الصوت فيه. أنا أريد أن أضعه في صوت، ولكن كيف يمكنني الحصول على موقع الكرزة أو الايتم؟ يمكنني ذلك من خلال إرسال القيمة الخاصة أو transform position الخاص بالمجسم. سأظهر أنه هنا سوف أقول أنه هذه الميثود سيكون هناك شيء اسمه باراميتر يمكنني إرساله من الأعلى لكي أستخدمه هنا، ألا وهو vector3 item position.
المكان سيكون هنا، وبالنسبة للخيار الثالث لاحظوا أنه سيكون من هذا النوع، سأقول له هنا مبدئيا فارغ، شيء فارغ، أنا لا أريد أن أقوم بإعطاء أي شيء فيه. هذا كله العائد منه، لاحظوا أن العائد منه هو transform وليس object. إذن أنا هنا سوف أقوم بتغيير هذا النوع إلى transform، سيكون هنا سيقوم بعملية استنساخ وسيضعه في هذا الأوبجكت. هنا أنا أريد التالي، سوف أقول له لأن هذا الأوبجكت للمرة الأولى الذي قمنا بعمله سيكون مخفي، أنا هنا سوف أقول له بكل سهولة قم بعمل أوبجكت دوت الجيم أوبجكت الخاص به، قم بعمل set active له، والset active هي الدالة المسؤولة عن الإظهار أو الإخفاء للجيم أوبجكت الخاص. سأقول له أن قم بإظهاره هنا مباشرة. لاحظوا مباشرة أن هناك ثلاث أخطاء عندما قمت بكتب الدالة، سيقول لي هنا أن هذه الدالة تحتوي على باراميتر رجاء قم بإرساله، فأنا هنا سوف أقوم بعمل الكوريجين دوت بوزيشن ترانسفورم دوت بوزيشن، سوف أقوم بأخذ هذه وأضع هنا وأضع هنا وأقوم بعمل حفظ والرجوع إلى اليونيتي وعمل بلاي. عندما أقفز وأخذ الكرزة أصبح هناك صوت، لاحظ هنا أصبح هناك ماذا؟ عندي صوت لأخذ الآيتم الموجودة في الشاشة. الآن أصبح بإمكانكم أن تضيفوا صوت للصقر، للنسر، للقلب إذا أردتم أن يكون مختلف، للكرزة، للجوهرة، لكل شيء تريدونه. ولكن لاحظوا أن هناك مشكلة ظهرت لي، ألا وهي أنه يقوم هنا بعمل نسخة، ولكن هذه النسخة لا زالت على قيد الحياة، بمعنى أنه لو عندي 1000 آيتم سيكون عندي هناك مستقبلا 1000 جيم أوبجكت ظاهر، وهذا سيقلل من البرفورمانس الخاص باللعبة. طيب كيف يمكنني حذف الأوبجكت الموجودة عندي هنا؟ يمكن ذلك ببساطة من خلال التعرف على الأوديو سورس كومبوننت. لذلك لاحظوا أنني هنا سوف أقول التالي، بعدما تقوم بتعريفه قم بعمل destroy له. لاحظوا قبل قليل أننا عندما تعرفنا على الديستروي لاحظنا أن هناك تو اوفرلود، بمعنى أن هناك طريقتين للتعامل مع الديستروي، الأولى من خلال فقط إعطاء الأوبجكت، والثانية إعطاء فلوت تي، والتي هو التايم أي الوقت المستغرق الذي بعده سوف أقوم بعملية الحذف. فأنا أريد هذا، ما هو الجيم أوبجكت؟ هو فعلا الأو بي جي. وما هو الفلوت أو الوقت؟ لاحظوا كيف يمكنني الحصول على الوقت، لأني أعرف أن هذا الأوبجكت يحتوي على كومبوننت اسمها أوديو سورس، سوف أقول له كالتالي أوبجكت دوت جيت كومبوننت، الكومبوننت اسمها أوديو سورس، وهذه تحتوي على باراميتر اسمه أو تحتوي على من ضمن الميزات الموجودة به اسمه الكليب، هو هذا لحظة إذا ضغطنا عليه عم بحكي لك the default audio clip to play، طبعا ونحن وضعنا already default عنده، فإذا ضغطت على هذا الآن بإمكانك أخذ مزايا هذا الكليب، وهذا الكليب يحتوي على مزايا من ضمنها اللينث أي طول الصوت، إذا كان دقيقة، دقيقتين، ثانيتين، 10 ثواني، معناته هنا أنا بغض النظر عن طول الصوت الذي وضعته سيتم تلقائيا أخذ الطول الخاص به، وبعد ذلك يتم عمل destroy للأوبجكت، destroy للترانسفورم، يجب أن يكون أوبجكت، وبالتالي أنا هنا فقط سأقول له أنه أنا لا أريدك أن تقوم بعمل destroy للترانسفورم، أريدك أن تقوم بعمل destroy للجيم أوبجكت لهذا الترانسفورم، الجيم أوبجكت الخاص بهذا الترانسفورم. نعود مرة أخرى ونقوم بعمل play على اليسار، ننظر مباشرة تم اختفاء الأوبجكتس بعد انتهاء بعد وصولها إلى ماذا؟ إلى المنطقة الخاصة.